خلينا نروح للحاجات الحلوة زي ما بقول لكم. نروح لبنات صعيد مصر، بنت صعيدية مصرية ممكن تكون ما عندهاش نعمة البصر، لكن الحقيقة عندها نعم وإرادة قوية كبيرة جدا جدا جدا. شيماء اللي عندها الإرادة كانت أقوى من فقدان البصر، اتغلبت على هذه المحنة وقررت إنها تتحداها، وكمان اشتغلت وتخصصت في تصميم المشغولات اليدوية الجميلة، هتشوفوا إبداع، عشان تثبت لنفسها قبل ما تثبت لأي حد إن البصيرة أهم من البصر، وإن الإرادة هي النور اللي بيهون علينا الضلمة مهما اختلفت أنواعها وأشكالها. تعالوا نروح نشوف شيماء ونرجع لحضراتكم بعدها على طول إن شاء الله. من محافظة قنا، وحاصلة على دبلوم تجارة خريجة سنة 2000. كانت المرحلة الأولى كان بداية، أنا كنت مبصرة وكنت بشتغل وما كانش في أي حاجة خالص، وكنت أخد كورسات كتير كمبيوتر واشتغلت بيها في شركة كمبيوتر. حصل لي موضوع سخونية في الداخل وعمل لي مشاكل، عمل لي ضمور في العصب البصري وفقدت بصري. ابتديت ان انا اول اتجاهاتي رحت فتره في اسكندريه، اتعرفت على احدى من الجمعيات، وصفوا لي حاجه اسمها برنامج ناطق ان يتحط في التليفون وفي الكمبيوتر وكده. لقيت الموضوع ان احنا ما فيش حاجه هتقف، يعني هستخدم تليفونات الحديثه زي اي حد مبصر. بعد كده حبيت ان انا اعمل فكرة تانية، حتة الموضوع الاكسسوارات، الموضوع كله بايدي انا وبعمله، وبيكون في حد معايا مرافق ان هو بيساعدني بالالوان وبيساعدني ان هو يقفل لي، بس انا بعرف يعني اعمل كل حاجة. كانش حياتي واقفة خالص، انا يعني كنت نفسي ان انا كل حاجة بروح اعملها، كل حاجة ما فيش حاجة اسمها ما اعرفش. حسيت فعلا ان انا ايام ما انا كنت مبصرة انا ما كنتش عاملة اي حاجة.